ما حكم الغش في الامتحانات؟ لا يجوز الغش في الامتحانات، لأن الغش لا يجوز في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، في لفظ من غش فليس منا، لا في الامتحانات ولا في غيرها، لما فيه من التغرير بالناس، ولما فيه من الخيانة، ولما فيه من التظاهر بالأحقية وهو غير محق في أمره. والغش من طالب العلم أشد، لأن الامتحان الغالب أن الذين يمتحنون من طلبة العلم خصوصا العلوم الشرعية، فلا يجوز الغش منهم من باب أولى، لأنهم أولى بالأمانة وأولى بالثقة والالتزام، ولأن الذي يغشش في الامتحان يغرر بالولاة وربما يقدم على غيره في الوظيفة وهو لا يستحقها ويحرم المستحقين، يكون في هذا أضرار كثيرة يترتب عليه محاريب، ويتعود المسلم على الخيانة وعلى الغش في هذا وفي غيره. نعم، جزاكم الله خيرا.